بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة مدرمان الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من برنامجكم الحركة السياسية في أسبوع، والتي أتشرف أن يكون ضيفي فيها الليلة الدكتور أمين حسن عمر، عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني. دكتور مرحب بك، شرفتنا كثير في قناة مدرمان الفضائية. مرحبا، الله يبارك فيك دكتور. خليني أبدأ معك من آخر ما قرأت لك، يعني مقالة كانت على وسائط التواصل الاجتماعي تحدث عن المنظومة الخالفة، وأطرف تعليق عليها قرأته لأحد الأصدقاء يقول فيه إن الدكتور أمين زاد الأمر قمودا على قمود. أنا دايرك بداية بلغة سهلة تشرح لنا شنو فهمت من المنظومة الخالفة. وأنا اعتقدت أن اللغة سهلة والموضوع ذاته سهل، لأنه ليس جديد. أولا أنا ذكرت أنه هذه طريقة تفكير الدكتور الترابي منذ أو حتى اتجاه الحركة الإسلامية من جبهة الدستور، يعني تفكير جبهوي، ليس يعني لو تلاحظ الحركة الإسلامية كلها كانت تتجرد كحركة إسلامية فقط حتى تكون عندها نقاء وصف منعزل عن الصفوف الأخرى ولها شروط للدخول وكذا. بينما الدكتور الترابي كان يرى أن العمل بتوسيع الصف، توسيع الصف بالعمل الجبهوي، ولذلك جبهة الدستور كانت جبهة فيها السلفيين وفيها الصوفيين وفيها أخوان المسلمين كل التيارات، وكذلك جبهة الميثاق كان فيها الشيخ الهدية وكان فيها الشيخ الحجاز من الصوفية والسمانية يعني لو لاحظت إنه يعني سبيكتروم قزح إسلامي أكثر من صف إخواني فقط، ولذلك الفكرة قديمة. الجبهة الإسلامية برضو جاءت الجبهة الإسلامية وسعت الفكرة أكثر ولم تكتفي بأنها قالوا جبهة قومية إسلامية، قومية حتى تسع الوطنيين، وإسلامية حتى تجمع معهم الإسلاميين. حسنا الناس بيقوا يتكلم عن الوطنية أكثر، قومية كلمة الوطن للمكان والقوم للناس، وإنت عندما تتكلم عن الناس بتستخدم كلمة قومية، لكن الناس طبعا الترابي لغته دقيقة، عامة الناس لغته ما دقيقة، بيفتكروا كلمة الوطن كلمة القوم حاجة واحدة، لا، كلمة القوم تتصل بالناس، وهو يريد أن يعمل مجمع للناس وليس مجمع للمحلات، يعني ده الفرق بين مجمع ومجمع. حتى واحدة من طرائف هذا الأمر عندما تأسست الجبهة الإسلامية القومية دعانا خير الدين حسيب، هو قومي مشهور عنده دار مركز دراسات العربية في بيروت، وكان يريد أن يؤسس المؤتمر القومي العربي، ودعانا في المؤتمر التأسيسي، ذهب ياسين عمر الإمام وذهبت معه أنا وشاركنا في تأسيس المؤتمر القومي العربي، وكنا الجبهة الوحيدة التي تسمى عند تجمع بين إسلامي وقومي. وفي الفكرة نفس الفكرة، تجمع التيار القومي، الناس الوطنيين يعني الذين لا يشاركوننا بالضرورة الفكرة الإسلامية، ولكننا لا يناغضونها، ما في تناقض معها، لكن ليس بالضرورة هم يتحملوها. ولكن الجبهة جذبت إليها غالب الإسلاميين، وعدد قليل من الناس الذين يمكن أن تسميهم قوميين، وطبعا كان فيهم أشخاص مشهورين زي عباس النور وزي بعض الأسماء قيادان دخلوا كانوا قوميين ودخلوا، وربما هذا هو الذي لفت النظر إليها، لأن عدد من الناصريين كان في مدني ولا في الخرطوم ولا كده دخلوا مؤتمر، حتى أننا أدرنا حوار مع الناصريين في ذلك الوقت في داره، وأدرنا حوار مع اسم السيف الدولة في مصر وطبعا كنا نلتقي القوميين في بيروت في المؤتمر القومي العربي الذي من بعد ذلك تبنى فكرة حوار إسلامي قومي وأنشأ ما يسمى بالمؤتمر القومي الإسلامي. فالفكرة قديمة عند الدكتور الترابي أن يجمع القوميين والإسلاميين على صعيد واحد وعلى برنامج وطني
مؤتمر وطني دكتور ممكن يكون امتداد للقصة دي؟ نعم، المؤتمر الوطني امتداد لهذا المؤتمر. أنا سمعت فكرته من دكتور الترابي. نحن أنا كنت رئيس مركز عدة للمؤتمر الحوار حول السياسة، وعقدنا 26 حلقة نقاش قبل يعني قبل المؤتمر. وكان لأن كثير من الناس يشوشون على هذا، يعتقدوا أن الترابي كان يريد أن يعمل نظام حزب واحد، هو ضد نظام الحزب الواحد من الأول. كان يعتقد أنه الأحزاب الطائفية متجذرة في السودان، ونحن حركة أيديولوجية صفوية، ولا نستطيع أن نسحب جزء كبير من جمهورة إلا إذا نزلنا تحت وعملنا نظام للمؤتمرات. كثير من الناس اعتبروا نظام المؤتمرات هذا فكرة الليبية، ولكن هذا ليس صحيح، لأنه يعني الفكرة قديمة. حتى استضيفنا السيد محمود عبد الله وقال كده يعني. الفكرة بالمناسبة انتقلت لليبيا من السودان وليس العكس، لأنه أصلا الفكرة نقل بابكر كرار لليبيا نظام المؤتمرات، وبابكر كرار أخذ من 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 النظام الديمقراطية القاعدية العمل أيوب خان في باكستان، وناز عبود أخذوا الفكرة وعملوا ما اتسع لهم الوقت، أخذوا الفكرة وعملوا النظام المجالسية اللي هي نفس الفكرة، إنه يعملوا مجالس كثيرة فيها ناس يتشاوروا في القضايا المحلية، ومن بعد ذلك يبلوروا الرأي وكذا. نفس الفكرة، نظام مؤتمرات فقط في يعني هو نشأ أساسا ونظر له أكثر في باكستان، ثم انتقل للسودان في الستينات. وبابكر كرار طبعا تعرف انه هو قومي من الاخوان المؤسسين الحركة، لكنه نعم. كان قومي نعم. وفارغ الحركة سنة 54 لما قامت معطر، يعني قالوا احنا عندنا علاقة بالاخوان المسلمين نعم. وفي ذلك المؤتمر وهو خرج وعمل حاجة سماها الحزب الاشتراكي، الإسلام الاشتراكي، الحزب الإسلامي الاشتراكي. أول حاجة عملوها سموها الجماعة الإسلامية أولا، ثم عملوها الحزب الاشتراكي الإسلامي من بعد ذلك. لما جاءت مايو كان غريب جدا من نميري، لكن الشيوعيين حاربوا حرب ضروس وأبعدوه. أقول لك الوقت ده كان أنا ميولي كان أقرب لجهة من جهة تانية، حاربوا فغادر لليبيا. وهو أول ساعد الغزافي في الكتاب الأخضر، الكتاب الأول، كتاب العالمية الإسلامية الثالثة، كتب ذلك الكتاب. ثم من بعد ذلك كان 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 على تواصل مع الغزافي. لما الغزافي أصبح في مرحلة التنظير اعتمد كل النظريات الأساسية كانت معتمدة على بابكر كرار وعبد الله زكريا طبعا، غريبة طبعاً اللي هو مجموعة الحزب الاشتراكي الإسلامي. أنا ذكرت طبعا حواري مع صلاح المصباح والجماعة، كان بيقولوا إنه ناس الإنقاذ وناس المؤتمر الوطني استلفوا بالكامل فكرة المؤتمرات. لا 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 هذا 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 ما متابع الترابي ما كان عايز الفكرة، كان عايزة مرحلية. نعم. كان هذا واضح حتى الوثائق عندنا مكتوبة. يريد أن يعمل نظام المؤتمرات بضعة سنوات على أساس أنه يجتمع فيه الناس ويقتنعوا الناس أنهم السلطة تكون السلطة غريبة منهم، ويتعلموا على أنهم يكون عندهم رأي مش وكذا. ثم من بعد ذلك يؤسس حزب ويسمح بالتعددية، وحتى الطائفية لو جاءت التجي سنكون في ذلك الوقت قادرين على مناجزتها. دكتور حتى أنا أثبت لك هذا، أنا قدمت محاضرة بهذا المعنى في 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 نظام المؤتمرات في ذلك الوقت اللي كان فيه أخونا حسن حمدين الله يرحمه توفى قريبا، وطبعت وهي مطبوعة هذه المحاضرة، أن هذا النظام سوف يتطور إلى نظام تعددي، لأن هذه فكرة الترابي. وفعلا بعد ذلك جاء الوقت والترابي قال سنطور المؤتمر الوطني. أول حاجة بدأ من نظام المؤتمرات اللي هو مؤتمرات العائد، ثم قال خلاص الآن إحنا سنطوره لنظام جبهة وأشبه بالحزب. ليه سماه المؤتمر الوطني؟ سماه المؤتمر الوطني لأنه
كان طبعا لا يمكن أن تجمع تيارات فيها الجنوبيين وفيها غير مسلمين بعدد واسع، لأن الجنوبيين دخلوا بعدد كبير، لا يمكن أن تقول هؤلاء كلهم يدخلوا في أيديولوجية إسلامية، لازم تصل لصيغة منبرية. التحالف سموا المؤتمر باعتبار أن فيه منابر متعددة، منبر للجنوب، منبر لتيارات يعني، ويكون بيناتها حوار واشتراك على حد أدنى من الأفكار والبرامج. الفكرة بتاعت المؤتمر الوطني نفسها قامت على هذا. للأسف من بعد ذلك، بعد ما ذهب الترابي، تحول لمجرد حزب، وخاصة عندما ذهب الجنوبيون، عندما ذهب الجنوبيون حتى قبل ما يسحبوا بدأ الناس يضيقوا بالصوت الثاني، بالأصوات المتعددة، رغم أنها كانت مقصودة. وسمي مؤتمر لأن فيه منابر. أيوة. وفكرة المؤتمر الهندي ذاته كانت على كده، إنه غاندي كان ما يستطيع أن يجمع الهند كلها في قالب واحد، فكان يريد أن يكون هنالك منابر متعددة تتفق على حد أدنى. فنفس فكرة المؤتمر الوطني الهندي التي أخذت من بعد ذلك في المؤتمر الوطني في ساوس أفريكا، وكانت هي مناسبة، وهي فكرة هذه أصوات متعددة، منابر متعددة، لكنها تلتغي في حد أدنى. دكتور بس هذا هو جوهر فكرة المؤتمر الوطني، فكرة المنظومة القالب. نعم. كلمة منظومة هو استخدم هذه منظومات، منظومة بدل أن يستخدم منابر، لأنه أصبحت هذه الأحزاب متبلورة في جماعات، فلا يستطيع أن يقول أنها تأتي أفراد، فهو يريدها أن تأتي في شكل يعني حلقات، تأتي تشكل منظومة واحدة. وهو يعتقد أن هذه الدعوة ستقدم للقوميين، التيارات الوطنية يعني والتيارات الإسلامية، في ظني أنه كان يتوقع أكثر أنها ستكون أشبه بالجبهة الإسلامية القومية نفسها، يعني بمعنى أنه سينحاز إليه عدد كبير جدا من الإسلاميين وعدد قليل ممن يصنفوا وطنيين بهذا المعنى، وكان سيكتفي بهذا في هذه المرحلة. دكتور بس للتاريخ خلينا أقول لك أنه كان في مؤتمر اسمه المؤتمر الوطني، لأن الحتة دي فيها جدل، كان في حزب بالاسم ده يعني حزب الراحل إمام أيام التعددية، أنا أعرف الذي هو الآن حزب المؤتمر السوداني يعني، ده نسبت إنه نعم أنا أعرف كان الاسم ده كان فيه جدل وفيه قوانين، كان في شكاوي، لأنه الناس قالوا انتوا اخذتوا منهم الاسم؟ لا طبعا اخذنا الاسم، هم اخذوه من وين؟ ما هو ما في كان تسجيل، مشكله في الوقت ده ما كان في فكره تسجيل الاحزاب، تسجيل الاسماء، وهو كان حزب صغير جدا على راسه استاذ في جامعه خرطوم ويساري صحيح اشبه بالماركسي، كان حزب ماركسي لكنه ماركسي ريفيجنست، مش ماركسي تقليدي كلاسيكي اورثودوكس على الطريقه الشيوعيه، وفيه تيارات تانية أخرى ليبرالية، الريفيجنزم طبعا معظمها فيها العنصر الليبرالي اللي هو على طريقة الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الإيطالي اللي هو قبل الليبرالية كإطار للتطور السياسي اللي هو الآن المؤتمر السوداني. وهو طبعا أنا ما بعرف الآن التطور الفكري، ما قاعد أسمع لهم خطاب فكري، بسمع لهم غالبا خطاب سياسي يعني، ولا أستطيع أن أحكم عليهم. أنا عارف من خطاب إبراهيم الشيخ في بعض الحلقات في المجموعات، عندما كنت أنشط في بعض المجموعات كان خطابه علماني يعني. طبعا هم تأثروا بتجربة مؤتمر المستغلين في جامعة الخرطوم أكثر مما تأثروا. هم تأثروا بها ولا هم ولا ذل طلابهم في الجامعات؟ هم ذاتهم نفس ناس الدقير وسليمان والجماعة ديل الآن الموجودين في الحزب كانوا هم مؤتمر الطلاب المستغلين. مؤتمر الطلاب المستغلين، مؤتمر الطلاب المستغلين نشأ أيضا في جو يشبه هذا الجو. كان الحركة الإسلامية الحزب الشيوعي ضعيف جدا، الحركة الإسلامية مهيمنة على الطقس السياسي والفكري، ولذلك ظهروا كتحدي مستغل في وجهها، ولكنه ما كان مستغلين، كان عندهم ايديولوجي. طبعا لا يمكن أن تقول أنا مستغل ويكون عندك مواقف ايديولوجيكال،
إذا كنت عندك معرفة ايديولوجيكال سمي نفسك بال 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 بالاسم المناسب، ولكن لا يمكن أن تكون مستبد. دكتور بس أنا عندي استفهام أخير في حتة المنظومة الخالفة دي، لأنه الآن بيستحضر في مقالك وكأنك أشرت فيه إلى تحالف بين قوى ما جسم واحد. أنت الآن تتكلم عن تطور خلال جسم واحد. المنظومة دي في هو يريد لهذه القوة أن تدخل كأجسام كأفكار وتكوينات أصلا مش كأفراد، ثم من بعد ذلك بالتفاعل سيقع بين التوحد يعني. ولذلك الترابي بيستخدم لغة دقيقة جدا، لا يستخدم لغة مجرد كلمة، لا، ويقصد منظومة معناتها منظومة متكون من حلقات وليس قوة سياسية. أيوة. ما قال النظام، منظومة. قال النظام ولا قال التنظيم وكلها كل واحدة من عندها مدلولة عندها معنى. هو دقيق جدا في استخدام اللغة، لا يستخدم لفظة من دون ما يكون قاصد معناه، ولا يحب لأحد أن يستخدم اللغة بطريقة عشوائية أبدا. وغالب نقده إذا استخدمت عبارة ما تفيد المعنى الذي تريده غالبا يتوجه بالنقد لهذا السلوك، يعني اللي هو للأسف سلوك شائع. أنا كتبت عدد من المقالات عن الخطاب السياسي متأثر بفكرة الدين، وفعلا الخطاب السياسي في المنطقة العربية يعني هو في وادي، والأفكار في وادي، حتى الأفكار اللي في رأس الناس العزيز عبروا عنها في مسافة، في فجوة كبيرة بين الفكرة كما تتبلور في ذهن الشخص السياسي وبينما الطريقة التي يعبر بها عنها. دكتور الآن يعني مع الجو بتاع المنظومة الخالفة ده والحديث عنه، هنالك مبادرات يعني أنا قرأت عن مبادرة للأخ محبوب عبد السلام يتكلم فيها عن ضرورة تكوين تيار باسم الإسلاميين الديمقراطيين. أيضا الأخ الناجي عبد الله هو أمير في مدرسة تانية اسمها إسلاميين غير ديمقراطيين، ولا هذا تصنيف من عنده؟ إذا كان في تيار مثلا بيدعو إلى حركة إسلامية غير ديمقراطية يكون مشروع أن تتحدث عن إسلاميين ديمقراطيين، أما إذا كان الجميع يتحدثون يسلمون بالديمقراطية وإلا يكون هذا مجرد طبعا ده في مناخ الحراك داير هذه الأيام غزل لجهات خارجية خارجية ولا تفاعل مع الأحداث الداخلية؟ لا إذا خارجية أنا أقصد خارج الحركة الإسلامية، نعم. يغازي الآخرين خارج الحركة الإسلامية، أما إذا أردت أن تخاطب الحركة الإسلامية، الحركة الإسلامية من ناحية الممارسة الديمقراطية أفضل من كل الأحزاب الأخرى، طبعا أفضل من الحزاب اليسار، لا شك في هذا، في ممارسة يعني داخلها ومع الآخر معروف. احنا الآن خلينا نتكلم عن هو بيتكلم عن الداخل. مع الآخر دي مسافة سياسية عامة لكل البيئة السياسية كلها. إذا الناس عايزين يتحاكموا بعضهم البعض بالإقصاء والاستئصال يجلسوا ويتحاوروا ويشوفوا من الذي أقصى الآخر أكثر، ومن الذي حاول على الأقل لا يقصى الآخر أو كذا، هذا يكون جدل أنا لا أريد أن أخوض فيها. طيب في دكتور أنا كنت دارت على كل هذه المبادرات، مبادرة المحبوب عبد السلام، مبادرة أو دعوة الأخ الناجي عبد الله، يعني دي الجمعة الثانية يخطب في مسجد جامعة الخرطوم يتكلم عن ضرورة التجاوز الوطني والشعبي بالنسبة للإسلاميين في هذه المرحلة. أيضا دكتور محمد المجذوب يتكلم عن ضرورات الوحدة، أستاذنا حسين خوجلي ينادي عن التيار الوطني الإسلامي. كيف تنظر إلى هذه الدعوات؟ أعتقد الآن هنالك قناعة عامة أنه لا بد من شكل من أشكال التوحد بالنسبة للإسلاميين. أيوة. ليه؟ لأنهم يشعروا بتحدي إقليمي ودولي وداخلي، وهذا التحدي منسق ضدهم، ولذلك لا يمكن أن، وهذا هو أقوى دواء الدكتور الترابي لتحركه. وإذا تكلمنا عن الحوار، صحيح إحنا سنة 12 عملنا وثيقة الإصلاح وذكرنا فيها الحوار وكذا، لكن المناخ داخل الحزب في ذلك الوقت يبدو أنه ما كان ناضج للحوار بالمعنى، لكن الذي شجعت هذا الحوار إنما التقى الرئيس بالترابي، ولذلك كان أعتقد أن الترابي كان دور كبير جدا في تشجيع الحوار وإعطاء الفيابيليتي إنه أصبح حاجة قابلة لأن تحدث يعني.
اللقاءات هذه أنا خبرت، لا أريد أن أقول المصادر، لأن الرئيس كان يذهب للتراب عدة مرات وفي ما بعد منتصف الليل ويناقش حتى الصبح. يعني عن الحوار الوطني، عن الحوار الوطني وعن حاجة الساحة لنوع من التصالح والتوافق، وأن هذا يمكن أن يتطور عبر مراحل، ما هيجي ضربة لازق طبعا وكذا. وكذلك مشى طبعا الرئيس أيضا مشى للسارق في بيته ودارت بيناته حوارات وكذا، لكن لا أريد أن أخوض في هذا التفاصيل. المهم الحاجة أن حاجة الآن هنالك كان شعور قوي جدا، حتى الترابي نفسه كان يشعر أن حزبه ما كان مواتي في هذا الاتجاه، المرارات، المواقف المسبقة، عدد قليل جدا من الحزب كانوا مناصرة في هذه الدعوة للحوار، وطبعا يشككون في الطرف الآخر الذي لا يرعى الزم، وكالكلام المهاجاة بين القوى السياسية التي تتصارع كذا. لكن كان 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 عازم بقوة على إنجاح الحوار. دكتور، يعني من خلال انتمائك لهذا التيار، يعني أنت متلمس الخطر ده حقيقة؟ نعم. هو طبعا أنت لا تستطيع أن تعيش في الحياة في الساحة السياسية دون مهددات وأخطار، وإلا تجلس في منزلك يقول لك عارف. الساحة السياسية طبيعتها هي مليئة بالتحديات، لكن هنالك تحدي استثنائي الآن يستهدف الإسلاميين. أي إنسان يلاحظه، ليس مش أقرأ كتابات الغربيين، دعنا نحن لا. خلينا في السودان وفي الأحداث الجارية، يعني شعارات الاحتجاجات اليومين دي أو بعضها على الأقل، أي كود والمنشورات، نحن ما قلقين من والمنشورات. أنا ده كان سؤالي لك، هل تشعر بالقلق؟ لا، ما شعري من قلق من الشعارات هذه. الشعارات دي ما شعارات قصومنا التاريخيين الشيوعيين، لا ما مقلقة كيف يعني. ما مقلقة، منشورات تنادي بتصفية التيار الإسلامي، تصفية مادية يعني. ما هو أصلا كانت نواياهم كده في الماضي، ليس هناك شيء جديد في تصفية التيار الإسلامي، في نواياهم قديمة وليست جديدة، وتصفية فكرية وواعية، هذا قديم صحيح. اللغة الآن أصبحت حادة، لكن اللغة قديمة، والكلام عن أنه جامعة الخرطوم كانوا مسيطرين على الإسلام، قالوا لن تبقى جزيرة رجعية في محيط صوت هادر وكذا، وبعد شوية هم أصبحوا ملاحقين بعد وقت قليل. نعم. هذا كان أيام ثورة مارس سنة 71، هو في بعد 4 شهور أصبحوا مطاردين. يعني ما مغلق بالنسبة لكم هذه الشعارات وهذه المنشورات؟ يعني احنا ما مرت على وهذه المؤشرات. لا، هذا نحن اللي يقلقنا أكثر أن الأزمات الاقتصادية في البلد والحالات الانسداد السياسي أشعرت كثير من الشباب الموالين لنا كانوا، وبعضهم إسلامي حتى وبعضهم وطني موالين لنا، أصبحوا في حالة نفسية سلبية تجاه المؤتمر الوطني خاصة والحركة الإسلامية. النبرة الحادة ضد الحركة الإسلامية يروجها اليسار أكثر، لأنه حتى الشباب دي عدد منهم إسلاميين، هم ذاتهم يروا أن هذا الترويج ينصب عليهم هم أنفسهم يعني. فنحن قلقين من أننا نفقد الصف الموالي لنا من خلال أخطاء إحنا نعترف ببعضها، من خلال ظروف ضاغط علينا، حصار وليست إرهاب دكتور قلق يتهددكم بشكل مباشر ما موجود، سواء كان عمليات بتاع الثأر مثلا أو محاسبات قانونية إذا ما ذهب النظام. يعني هو انت لا تستطيع ان تقول والله انا يعني محمي ومدرع من كل، لكن حسابات هذه الامور ما حسابات واقعيه، مش كده؟ نعم. حسابات القوى وتوازنات القوى دي حسابات واقعيه. نعم. نحن لا نرى اننا يعني في بحسابات توازنات القوى في موقف يثير القلق. ولو كنا احنا نوايانا زي نواياهم، لو احنا تصفويين واقصائيين، لو كنا هذه نوايانا لكان هم احق ان يشعروا بالخطر الآن. أيوه. ولكن لحسن حظهم أن نحن ما تصفيين ولا إقصائيين ولا استئصاليين، ولا نعتقد أن هذه الصيغة تصلح أصلا
لمجتمع سياسي ولبيئة سياسية معافى. أنت إذا حاولت تستأصل أي جزء من الجسد السياسي ستعوّق الجسد السياسي كله. نعم. لا يمكن أن تتكلم عن حرية وعدالة وديمقراطية وتقول أن تيار كامل داخل المجتمع أنت تريد أن تصفي هذا المجتمع وأن تعرضه لمحاسبات أنت تظنها عادلة أو لا تظنها، تظنها وسيلة للتصفية. هذا إذا كانوا هم في بحساب موازنات القوى في موضع متميز كان يشعرنا هذا بالقلق، ولكننا نحن نقرأ موازنات القوى ونعرفها تماما. صحيح أن هنالك بيئة غير مواتية للعمل الإسلامي في المنطقة العربية في هذه المرحلة، ولكن هذه المراحل كلها مراحل تأتي وتسحب. يعني عارف الإسلاميون في الساحة العربية ظروف صعبة جدا وصعبة. طب خليني أسألك دكتور عن رؤيتك لمستقبل الخطاب الإسلامي في السودان بعد كل هذه التجربة. الخطاب الإسلامي في غير السودان متطور، كله متطور. ليه؟ لأنه الآن حصل انفتاح فكري وثقافي عالمي، وإذا ظن بعض الناس أن هذا لا يؤثر، بعض الناس بيفتكروا أنه كون أن الحركة الإسلامية مصادر الفكرية القرآن والسنة هذا لا يعني أنها معزولة عن التأثيرات الفكرية العالمية. هذا ما صحيح، لأنه الإسلام في طبعه إنساني والقرآن نفسه إنساني والمشتركات الإنسانية أكبر بكثير جدا مما نتصور، خاصة وأن العالم غالبته الآن كتابي، غالبية العالم العظمى كتابية، ولذلك المشتركات الفكرية والأصولية واسعة جدا بين الناس، ولذلك التبادل الفكري والتلاقح الفكري والتأثيرات عبر العولمة والاتصالات ستؤثر على الإسلاميين أيضا بعمق، وهي تؤثر بالفعل وتؤثر على أفكارهم وعلى خطابهم. تحديدا هنا في السودان، يعني زمان مثلا شعارات زي الإسلام هو الحل، الكلام عن الشريعة، احنا اصلا ما كنا قاعدين نقول الإسلام هو الحل، بالبعث ده شعارات مستلفة من الجيران. نعم. نحن لا نقول كان عندها رواج، يعني كان عندها تأثير. تأثير أتكلم عن خطاب الحركة الإسلامية. عندنا تفسيرنا برامجها كانت، كان عندنا تفسيرنا للشريعة والإسلام هو الحل، تفسيرنا أصول، وهذا مكتوب قديم يعني ما في شيء جديد، من الستينات مكتوب إنه إحنا بنتكلم عن أصول هادية، ولا نتكلم عن علب جاهزة ندخل فيها الأمور. هذا موجود في السودان وفي غير السودان. حسب الأحزاب، لماذا أنا كتبت مقالات عن الأحزاب الاشتراكية المسيحية والأحزاب اليمينية المسيحية في العالم؟ حاجة مهولة. طيب وأفكارها ومنطلقات الفكرية نفسها. فلماذا يظن أنه عندما نتحدث عن استلهام أصول إسلامية يصبح الأمر مختلف، وعندما يتحدث آخرون دكتور عن طيب بصورة مباشرة كإسلاميين في مرحلة قادمة تالية، مرحلة يمكن نشهد فيها نوع من التعدد السياسي والانتخابات، تفتكر أن الإسلاميين ديل قادرين يقدموا نفسهم وقادرين يلقوا قبول من الشارع السوداني بعد التجربة بتاعت 30 سنة دي؟ نعم. وبعدين نحن على المجرب، بالعكس نحن قلقين من أن الأحزاب الأخرى مفتتة وضعيفة وغير قابلة للتكتل وعاجزة عن التكتل. نحن قلقين أكثر قلقا من هذا. مش صحيح في مرحلة راهنة في أوقات معينة في ظرف معين قد نخشى من أنه بعض الظروف تؤدي إلى أن نفقد رأي عام كان موالي وواجبنا أن نعمل على استرجاعه وكذا، ولكن هذا لا يعني أننا نشعر بخوف من أننا سنتخذ ظهريا خلف الحركة السياسية، سنقود الحركة السياسية في المستقبل، ما عندي شك في هذا رغم التجربة. ونحن نريد تجربتنا في غالبة إيجابية في أذهان الشعب في ظننا، إذا كان خصومنا يلتقطون ما يرونه سلبي ويحبوا يصيروا على كيفهم، ما هو خصوم من حقهم أن يفعلوا هذا، ولكننا نحن نحول على بصيرة الشعب. الشعب يدرك وقد يغضب في وقت من الأوقات، قد يسوء أداء حكومة ولا أداء قائد ولا أداء فرد وكذا، ولكن الناس يعيشون الإسلاميين في كل مكان، بيعرفوه معرفة مباشرة وليس مجرد فكرة عمومية، ولذلك يستطيعون أن يحكموا على الناس.
لهذا لا يعني أن المناخات السياسية لن تؤثر علينا كما تؤثر على الآخرين. المناخات السياسية ستؤثر علينا وستؤثر، وينبغي علينا أن نعمل دائما على التكيف مع الأوضاع والمناخات المتغيرة هذه. صيغة منك أنكم حتقودوا الحركة السياسية حتى ما عندي شك في هذا، ما عندي شك أبدا في هذا، رغم الحراك ورغم الحراك الجيل الجديد ده كله في الشارع. احنا في سنة في 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 سنة 75 كنا نذهب الأحزاب الطائفية تحرض علينا السفهاء، يرمون بالحجارة ويشتموا بتعليم الاستجابة، وكثير من الناس أصابهم الاكتئاب وافتكروا أنه جينا في اكتسحنا بيننا وبين الحزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو حزب طائفي عريق صوتين فقط، وعندنا شخصين كانوا في حزب الأمة، يعني لو كنا طلعناهم ودخلناهم هنا كنا بقينا نحن شخصين مزروعين. كنا بقينا بالضبط مثل الاتحاد الديمقراطي يعني. فأنا ما 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 قلق يعني على التيار الإسلامي. أنا عندي نقد كبير للمؤتمر الوطني، كثير من أداء السياسات، الأداء، القيادات، ودعوة تيار كبير للإصلاح والمراجعات الجذرية، وشعارنا هذه الأيام حزب متجدد أو حزب جديد. لا بد أن تجددوا هذا الحزب ليناسب تطلعات الجيل الجديد الذي يريد حزب ديمقراطي حقيقي، ليس شعار فيه election and not selection. لا تختاروا لنا انتم الشيوخ الكبار الناس، حنجي الساحة مفتوحة يتنافس فيها الناس ويقدم الناس من يريد ان يقدموه. حنجي للحزب. الدكتور، برضو من الأخبار التي قرأتها لك مؤخرا، انتقدت قرارات لمجلس الوزراء في حل بعض المؤسسات وقالت بعض المدراء لبعض المؤسسات، مع قراية خاصة لي أن هذه القرارات وجدت قبول عند الشارع. يعني أنا أول حاجة طبعا الناس لأنهم ما مدربين على الرأي والرأي الآخر حتى الآن، أي نقد يعتبروه هو مضادة وليس نقد. الآن أنت أشرت في سياق مداخلة برلمانية، إحنا نواب ومن واجبنا أن ننتقد ونقول وإلا لماذا يحل البرلمان إذا كان أصلا ما يقوم بواجبه في المراقبة والنقد. قلت أن كان ورد في الخطاب الرئاسي كلام عن أن فرض هيبة الدولة أو سيادة القانون. أنا قلت أن ما في حاجة اسمها هيبة الدولة، هيبة الدولة تأتي من سيادة القانون فقط، ولا بد أن لا يجب أن لا نفهم أنه في مصدر آخر لهيبة الدولة، الدولة غير سيادة القانون، ولذلك على الدولة أن تحترم سيادة القانون. وفي هذا ضربت مثال، أن قلت أن ينبغي أن لا تحل مؤسسة، أنا كنت أشير إلى مؤسسة النفط. هذا لا يعني أنه ضد الحكومة، أنا مؤيد هذه الحكومة، أنا لست ضد، أنا ليس معارض لهذه الحكومة ولا معارض لرئيس الوزراء أيضا، هو محل تقديرنا وجهوده في الإصلاح محل تقديرنا، لكن هذا لا يعني أننا لن ننتقد أداء الحكومة. سننتقد أداء الحكومة. مؤسسة النفط هذه التي حلت بقرار وزاري، أعتقد هذا القرار خاطئ، لأن المؤسسة هذه مكونة بموجب قانون الثروة النفطية، قانون يعني إذا أريد لحل المؤسسة يعاد القانون إلى البرلمان ويطلب من البرلمان أن يعدل وكذا، لكن تبدأ خطوات تنفيذية في حل مؤسسة، أن تعفي رئيسة ممكن، تعفي مديرة ممكن، أما تحل المؤسسة بقرار تنفيذي وهي مؤسسة بموجب تشريع، هذا غير مقبول. انت يعني ولا ينبغي أن 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 أن, يعني أن يسكت الناس عن هذا، وإلا سيأتي وقت يبقى ما فيش احترام للقانون. يعني كده أفهم إنك كنت عايز الأمر يرد للبرلمان طبعاً، وليس رئاسة الجمهورية. طبعا، ولا رئاسة الجمهورية جهاز تنفيذي ليست جهاز تشريعي،
لا تنشئ قوانين. إذن الخبر ما مضبوط لأنه أنا قريته كأنما تقول هذه المؤسسات أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية. لا طبعا لا, لا لا بالعكس, ما هي لم تنشأ, هي 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 أنشئت بقانون. المؤسسة منشأة بقانون ومنشأة بقانون الثروة النفطية, ولذلك لا يمكن أن يحل, ولا رئيس الجمهورية يستطيع أن يحلها بقرار منه, إلا أن يقدموا القانون تعديل في القانون, قدموه للبرلمان, البرلمان ينظر فيه. هذه هذا صحيح طبعا, الإعلام يأخذ الكلام قد أحيانا يخرج خارج سياقه ويضعوه كمان تحت نظرية المؤامرة, إنه إنه بعض الناس في المؤتمر الوطني ضد إيلا وكذا. المبررات يعني أنا إذا اتفقنا معك على الحديث عن القانون, المبررات بالنسبة لك يا دكتور ما مقنعة, خاصة إنه بعد حل هذه المؤسسات. لا أنا لا أعلم حاجة عن المبررات لأنها لم تعلن, وأعتقد هذا أيضا لا طلع طلع يعني توضيح يا دكتور, طلع توضيح من مكتب رئيس الوزراء بيتكلم عن المؤسسات دي تقولت على عمل حتى الوزارات لو حتى لو حصل هذا, مرتبات عالية جدا. أيوة حتى أنا أقدر هذا, لكن ينبغي أن يصحح بالطريقة الصحيحة, مش كده؟ لا يمكن أن تصحح الأمر يعني على طريقة سيف الإسكندر, يعني ينبغي أن تحلها بالطريقة الصحيحة, تقدم القانون للبرلمان وكذا. وبالمناسبة حتى الطوارئ لا تسمح للناس أن يحلوا إلا 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 أن يصدر شيء يناسب العلل التي ذكروها لنا عشان يحلوا مؤسسة. هذه مؤسسات اقتصادية وما فيها تهريب ولا فيها كذا ولا فيها رواتب عالية يا دكتور. مين اللي أحط الرواتب العالية دي؟ أحطتها الحكومة بالمناسبة, عملت مجالس إدارات ما صنعوا نفسهم. ده رئيس وزراء الحكومة خلاص, وقبله كان رئيس وزراء في الحكومة. الحكومة لم تتغير, هذه الحكومة تابعة لرئيس الجمهورية, مشكلة. نعم لم تتغير, داك وزير وده وزير وكذا. صحيح أنت عندك الحق حتى لو أنت نفس الوزير عينت الناس ورأيتهم أساءوا التدبير أن تصحيحهم ولا تفصلهم, ما في مشكلة. إحنا ما عندنا مشكلة في هذا, يعدل من يشاء يغير من يشاء, ولكن يحترم القانون وهو يفعل هذا. دكتور أنا قريت جزء من مرسوم بيتحدث عن تكاليف السيد رئيس الوزراء, أنا شخصيا فهمت منه أنه عنده هذا الحق, عنده الحق يحل ولا يحل. رئيس الجمهورية عنده الحق يحل مؤسسة منشأة بقانون. طيب لو 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 قربت لك نص, يعني أنا ما حافظه تماما, لكن من حقه متابعة الوزارات والمؤسسات وتوجيهها, ما في مشكلة, وتعيين مجالس إداراتها وتعيين مديرها وفصله, ومش ما عندنا مشكلة بهذا, لكن لا تلغي المؤسسة القائمة بمؤسسة بتشريع. طيب معناته فريق شنو ممكن يغير اي قانون, يغير هذا القانون؟ نعم انت لا, لا انت لا انت بتشتغل في ظل القانون ضمن ما يصفه القانون, اذا انت اللي بتضع القانون وتنفذه كيف هذه تكون؟ ده معناه في دور غايب للبرلمان في الحته دي. انا اعتقد ان السيد رئيس الوزراء نفسه ادرك انه قد يكون لا يدرك في اللحظه الاولى انه صدر القرار انه هذا منشأة بقانون, كانوا يظنها قرارات, لانه في هيئات منشئة ضمن قانون الهيئات, وقانون الهيئات يسمح له هي ان يؤسس هيئات باوامر تنفيذيه, فالهيئات المؤسسة بأوامر تنفيذية يستطيع رئيس الوزراء أن يعدلها, لكن الهيئة المؤسسة بقانون لا يستطيع أن يعدلها إلا إذا عدل القانون. وهذا موقف فكري يعني وقانوني بالضرورة, يعني لا, لا, لا ينبغي أن يسحب ويحول إلى موقف سياسي. لا بعيدا عن السياسة, بالضرورة أن الموضوع ده كله مفترض يرجع البرلمان طبعا, وحسي لازم يرجع البرلمان, وإذا ما رجع حنجيبه البرلمان, هنطلب السيد رئيس الوزراء. طبعا لابد أن يعدل, لازم أن تصحح الأشياء الخاطئة, إما تعود المؤسسات أو لا طبعا وتسحب الغرار. لا أو يسحب الغرار. لا إذا أراد أن يعدلوا يجيبوا البرلمان ويخلي البرلمان يحلها له, والمشكلة البرلمان يعني ليس عاصي إلى هذه الدرجة. إذا جلس معه رئيس الوزراء أو الوزير المعني وأغنعه بالدواعي التي يراد لها أن يفعل هذا سيقتنع البرلمان. يا ريت البرلمان لو كان عصي, البرلمان طيع ما وليس عصي, لكن أيضا هذا لا يعني أنه يمكن أن يسكت على الخطأ. أنا لا أعتقد أنه في معنى لوجود البرلمان إذا كان سيسكت على إجراءات من الناحية التشريعية خاطئة.
إذا كان سيسكت على هذا ينبغي أن يحل وينصرف. أي نائب من حقه يقدم هذه الدعوة؟ طبعا نتوقع من الدكتور أمين. أنا أولا سأحترم التخصص إن في لجنة تشريعية وكذا. كده إذا فعلت هذا، إذا لم تفعل سأسائل اللجنة. ستسائل اللجنة؟ آه طبعا طبعا. عندما تتحدث في البرلمان تقصد أن البرلمان يتخذ موقف، مش كده؟ وإلا هيكون مجرد خطب فقط، ليس أكثر ولا. دكتور، من آخر الأخبار المتعلقة بالدكتور أمين حسن عمر، خبر عن إقالتك عن ملف دارفور، ونسبة هو الغالة هذه ونسبة ليه ما دقيقة ليه؟ لأنه أنا لم أكن في منصب، هذا إفات كثير على الناس. أنا مكلف بملف، يعني مكلف أقعد مع الدبلوماسيين وأمشي المفاوضات إذا في مفاوضات. التكليف ده سحبوا منك يا دكتور، وكثير وكثير جدا من الناس ربطوا ما بين هذا السحب ومواقف الدكتور أمين السياسية والتنظيمية. يعني دارين نعرف حيثيات السحب، دارين نعرف الحيثيات بتاع السحب التكليف. أولا أنا لا أعتقد التكليف ثواب حتى يكون سحب عقاب. لو كان ثوابا يصبح سحب عقاب، فأنا لا لم أنظر إليه كعقاب. أنا نظرت إليه في سياق موضوعي، أنه أرادوا أن يجمعوا الملفات دي كلها لمساعد رئيس الجمهورية، ملف السلام، وأنا كنت مسؤول من هذا الملف، وإما أن أكون فرع في هذا الملف أقبل أن أبقى فرع في هذا الملف وبصورة حتى النظامية يعني، وإما أن أسلمه، والأفضل أن أسلمه، لأن أنت تريد لمرحلة جديدة. بعض إخواننا طبعا في الحركات كانوا دائما يقولوا نحن مش عايزين أمين وكذا. طبعا مش عايزين أمين ليه؟ لأنه هم يريدون مندوب عنهم يفاوضهم من قبل الحكومة. عايزين شخص مندوب عنهم يفاوضهم من قبل الحكومة. أما أن يقول للحكومة موقف تفاوضي مستغل وحازب، هذا لا يريدونه. وكثير من يوالونهم وظاهرونهم يتحدثون بهذا. أنا أعتقد أني أفهم جيد مواقف الحكومة، وأعتقد كنت أعبر عنها بطريقة معتدلة، والذين وقعنا معهم اتفاقيات يدركون هذا ويعترفون به. الذين لم نوقع معهم بعض لأنهم لا يزالون في المجرب ولا يزالون يريدون تفاوض على الطريقة التي يحبزونها، فيحبزون شخص يعني مواتي أكثر. إذا كانت الحكومة مستعدة أن تعطيهم هذا الشخص المواتي فمرحبا، أنا لا أزايد على الحكومة عليها. يعني المسألة كلها يعني إعادة ترتيب للملف. نعم فقط. نعم، وليس هنالك أي مشاعر سلبية تجاهنا. جلست مع الأخ فيصل وتشاورت معه وسلمت أوضحت له إلى أين وصلنا، وقلت له أنا موجود دائما إذا أردت رأي مساهمة، رأي فكرة معلومة، أنا جاهز. دكتور، بعد كل هذه السنوات كيف تنظر ل ملف السلام والتفاوض في دارفور؟ أنا أعتقد أن الملف قطع شوط كبير. طبعا كان ينبغي أن نلتقي في 15 يناير، وبعدين الأخوان دخلوا في موجة الثورة واكتنفتهم هذه الموجة، وأصبحوا من الصعب عليهم أن يقولوا نحن نريد أن نفاوض. ونحن ندرك هذه الحالة، ونرجو أن يعني أن تتهيأ ظروف تسمح بمواصلة التفاوض قريبا يعني. نعم. في على أي حال الناس الذين كنا نريد أن نفاوضهم لا ليس لهم أثر فعلي في الساحة في دارفور الآن، لا يهددون الوضع على أرض الواقع، ما عندهم تأثير. نعم، في هنالك مجموعات أخرى قليلة جدا في قبل مرة، وأعتقد أنه كان هنالك دائما تواصل، وأعتقد أن هذا التواصل سيفضي إلى 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 تفاهمات واتفاقات. دكتور، في ربكة كده عند المواطن بشكل عام، يعني ما بين الملفات والمنابر، ناس يتكلموا عن وثيقة للدوحة والتفاوض في أديس، كده جلل لنا الحتة. لا، ما كان في تفاوض في أديس أصلا في ملف في ملف دارفور. ملف دارفور كان وجودنا في أديس لسبب واحد، نوقع وقف عدائيات، لأنه لا يمكن أن توقف تعمل وقف عدائيات مع مثلا منطقتين
ولا تعملوا في نفس الوقت في دارفور، مش كده؟ ولا تعملوا في دارفور وما تعملوا، لانه الساحه واحده. فالسينكرونايزيشن بنسموها فاكتور، وصل هذه وتنسيقها في 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 مساله ال، وهذا واضح في ما يسمى بخارطة الطريق التي وقعناه. خارطة الطريق تقول انه احنا هنوقع وقف عدائيات، ولكن المفاوضات ستكون في الدوحة، المنبر في الدوحة، المنبر في الدوحة، والوسيط هو وسيط اللي هو الوسيط المشترك بالاتحاد الافريقي والامم المتحدة والقطريين. دكتور عطفا، على كلامك الاخير وتقييمك للحركات، حقيقة كثير ما نسأل نفسنا عن اصرار الحكومة على التواصل مع الحركات، رغم انه حتى من ملاحظتنا نحن مثلا في دارفور الان ما عندها الاثر الكبير. آه بس الملف هذا كان ملف سياسي. وانا دائما رغم اني متهم بانه متشدد، انا احتاج انه الملف السياسي ينبغي ان تجعل له نهايه سياسيه ايضا. ولذلك التفاوض مع الاخوان هؤلاء مهم حتى نضع نهايه سياسيه للملف نفسه. ليس الامر كله امني، حتى نقول انه اذا اغلق الملف الأمني أغلق الملف السياسي. ونحن في بيئة إقليمية متغيرة، ويمكن أن تأتي دولة مثل ما كان الغزافي تتبنى هذا الملف السياسي مرة أخرى وتقويه وكذا وكذا. فالأفضل دائما أن تتوصل إلى نهايات في الملفات، إن كانت سياسية ولا أمنية وكذا. دكتور وأنا كنت متفائل أن هذا يمكن أن يحدث، لا أزال متفائل حتى ولو تعدى الملف، لا أزال متفائل أن هذا سيحدث إن شاء الله، وسيحدث في بعض الملفات غريبا أقرب مما يتوقع كثير من الناس. دكتور قلت أنك تصنف متشدد، حقيقة أنا يعني هذا طبيعي عندما تفاوض ناس آخرين، لا يمكن أن يقول أنت ما متشدد. لا لا لا، ما هو فعلا إن أنت دكتور مصنف أنك متشدد، أنا بداري أشوف أنت ليه. من الذي صنفني أنا؟ ده أنت بتدي الانطباع ده يا دكتور. أنا شخصيا كمراقب وصحفي كنت أستغرب إلى هذا الملف دكتور أمين. أنا حاستغرب من هذا الموقف. ليه؟ لأن أنا ليس شخص غامض. أولا أنا أكتب في الصحف وفي الكتب ومواقفي واضحة، وإذا أراد أحد أن يقول أنا متشدد ينبغي أن يستخرج هذا التشدد مما أكتب، ليس من الانطباعات فقط. يتحدى أحد أن يقول هذه انطباعات، ما انطباعات خاصة بي واتخذ مواقف هذه المواقف متشدد. أنت دكتور بتفق معي أنه في انطباع زي ده، انطباع هذا كبير. هذا سبب التفاوض نفسه. أنا في ملفات التفاوض من 92. نعم. و التفاوض دائما الطرف الآخر لابد أن يتهمك بأنك متشدد، حتى يؤثر عليك نفسيا، حتى تلين، أو حتى يعطي صورة بأن مواقفك التي تعلنها مواقف غير منطقية. أنا أتفهم هذا من الحركة الشعبية ومن الدارفوريين العاملين السلاح، ويبدو أنهم عندهم تأثير على تيارات إعلامية أثرت في هذا. ربما أيضا الانطباع الشخصي، الشكل الإنسان وطريقة تعبيره، قد تعطي أحيانا هذا المعنى. في إنسان يكون لطيف وبسام ومريح، وفي شخص آخر يكون أكثر جدية في شكله وأقل مرحا مما أنت بتسوق للشخصية ده يا دكتور. أنا أعيش على سجيتي، ولا أدري، لا أمدحها ولا أزمها، يعني الناس أحرار يرونها كما هي. دكتور، من آخر الدعوات منسوبة للدكتور أمين حسن عمر، تصريح قريناه له نادى فيه بتنحي كل من تجاوز 60. أنا حقيقة إذا تفهمت المسألة دي في الإطار العمل التنظيمي فما بفهمها في العمل السياسي الحزبي. يعني انت تكلمت هو حتى كلام مش دقيق. احنا نتكلم كنا عن مناصب وتكليفات تنفيذيه وليس في السياسه. ما تكلمت عنه الحزب مفترض يدوه. انا حتى الشباب بقول لهم دائما هذا الكلام، بقول له انا لو كنت رئيس الحزب كنت سالغي حاجه اسمها شباب. امانه الشباب، قطاع الشباب. نعم. ما في حاجه اسمها شباب. انتوا حسن الترابي اصبح امين عام جبهه الميساء وعمره 33 سنه،
الرئيس نفسه جاء رئيس للبلد عمره 43 سنة، على عثمان عمره 41 سنة كان بيدور السياسة البلد. عايزين الآن يعملوا لكم صالون يضعوكم فيه يقول لكم أنتوا الشباب وعندكم حصة تحت الشباب. لا، أنا مع الدعوة الديمقراطية الحزبية، كل إنسان ينتخب يقدم نفسه، إذا كان عجوز الناس عايزين عجوز يأتوا بالعجوز، وإذا شاب يجيبوا، وفي الغالب سيأتوا بالشباب إذا كان في ديمقراطية حقة والناس تناسوا قصة التوازنات وفكرة الاختيار على حساب فكرة الانتخاب، سيأتي الشباب. ونحن في وثيقة الإصلاح مذكور هذا، إنه حتى 60 سنة هذه مذكورة، إنه التكليفات التنفيذية ينبغي أن خلاص الناس تجاوزوا هذا السن يسحبوا، ممكن يكونوا في البرلمان، ممكن يكونوا في قيادة الحزب بمستويات مختلفة، على أن لا يقصوا الشباب بدعوة إنهم عندهم حصة مثل حصة المرأة. أنا أفهم حصة المرأة، لأن حصة المرأة هنالك تغاليد وأعراف في السودان تعوق الفرص الطبيعية للمرأة، لكن ليس هنالك شيء اسمه تغاليد ولا تعوق الشباب، ولا حتى في تجربتنا التاريخية الناس دي كلهم كانوا شباب. معظم قيادات السياسية في الماضي غير أن الناس الجماعة ديل طولوا كده في المناصب وكده. أنا ما دار الكلام دار أقول لك، يعني رغم أنه بيتكلم عنه ديل جو هم شباب، لكن أبي في كل قصة يعني على الأقل خلينا والله على مستوى، لا تستطيع أن تحملهم المسؤولية لوحدهم، لأن الناس انتخبوه، الناس المزاج العام بقى في اتجاه لما يسمونه إيثار ما يسمى بالخبرة، ولرغم أنها في غالبيتها ليست مناسبة الآن لأوضاعنا الرهينة، ولكن يبدو أن هناك تقدير كبير جدا لدرجة ما هو هذا ينطبق حتى على الرئيس. الناس يقولون هذا الرئيس عنده خبرة 30 سنة، في ناس يشوفوها يقول لك 30 سنة كثيرة خلاص كف، واحدين يقول لك خبرة 30 سنة ينبغي أن نوظف بهذه الخبرة، ولا تستطيعون أن تأتوا بشخص آخر يعني كذا يماثل خبرته خبرة الرئيس. يعني هذه طريقة التفكير للأسف سائدة بدرجة واسعة في العقلية السودانية عامة وداخل حزبنا أو في غير حزبنا. لكن طبعا إذا كان هناك شخص استثنائي يمكن أن يهزم أي شيخ، وأنا أعتقد الشباب اللي أنا أعرفه، أنا أزعم أني أنا التفاعل لي واسع مع الشباب، عندي بضعة آلاف معي في صفحاتي في الفيسبوك، كلهم تقريبا غالبيتهم العظمى بنسبة 95% منهم شباب، أنا متفاعل معهم. حتى في الحزب أنا أظن أني متفاعل أكثر مع الشباب، ولذلك أدرك أنهم قدرات كثيرة، أدرك أنهم في ناس كثار جدا منهم قدراتهم أفضل بكثير من قدرات قيادية موجودة الآن يشار لها بالبنان، يمكن إذا تحت لهم الفرصة أن يحلوا. دكتور، الرئيس المقال للحزب قال أنه في غضون 4 شهور حيسلم الحزب أو رئاسة الحزب لشاب. أنا أعتقد هذا كلام مجاملة، إنه هذا قول لا يستطيع أن يملكه، يعني هذا قرار مؤسسات مش كده؟ إذا ما كان جلس مع المؤسسات كلها وتأكد إنها ستصوت بهذا الاتجاه، أعتقد هذا يعني هو صحيح. أنت إذا أردت أن تستغري هنالك يوفوريا الآن في حالة بتاع التقدير للشباب، وإنه إحنا فعلًا الشباب. الغريب أنا كنت متخيل إنك من أنصار هذا الخط، يعني أنا من أنصاره، لكن بطريقة ديمقراطية وليس بالطريقة الاختيار هذه. أنا مع إنه لا يكون هنالك تولية أصلًا إلا بشورى، حتى في المناصب التنفيذية ما في واحد يدو منصب يقوم بيعرف فلان يقوم يجيب فلان، ولا واحد يقول له فلان ده كويس، لا، لابد أن تشاور القطاع الذي ستؤمر عليه هذا الشخص. ولذلك ما لا يمكن أن يكون هنالك حزب كله قائم على السلكشن، على الاختيار. ولذلك حتى الشباب الذين قدمناهم، كثير من الشباب يعتقدون أنت هؤلاء ناس اخترتوهم يوهان بيكتزيم، وليس بالضرورة بيمثلون. لو كنا انتخبناهم معلش كان يمكن أن يمثلون، لكن انتم اخترتهم ولم ننتخبهم. مشينا دكتور على تجديد أجسام المؤتمر الوطني.
أيوة هو هذا الحل، هو هذا هو الحل. نحن نشعر بأنه هذا الحزب شيخ نتوقع بطريقته القديمة، بطريقة أنه هنالك مراكز نفوذ واحدة، ومراكز النفوذ أدمنت أن تأتي بتشكيلات تراعي فيها حسابات جهوية وحسابات مذهبية وحسابات مختلفة، يتراجع فيها غالبا مناسبة الشخص لما يكلف به. هذا لابد أن نغير. كانت مبررة المسألة دي في فترة من الفترات؟ والله أنا لا أجد لها تبرير في أي وقت، لا أجد لها تبرير، وأنا كنت ضدها من ما هي سنين طويلة. أنتوا حسب قبيل شرحك لفكرة الشيخ حسن رحمة الله عليه أنه انفتح على القوى السياسية لكن ما حصل تجاوب، فكان البديل هو القوى التقليدية. لا لكن هم ما جابوهم عشان كده، جابوهم يمثلوا قبائل ومجموعات وذهب الأمر أحيانا لاسترضاء أشخاص للأسف. يعني أنا لا أدري فلان الفلاني يمثل ماذا عنده، يعني أكثر من استرضاء، ولذلك في أخطاء هنالك لا شك في هذا، وأعتقد أن بعض إخواننا يحترفون بهذا الأخطاء الآن، وجيد أن يحترف الناس بالأخطاء لأن هذه أول خطوة لمراجعة الأخطاء. لكن الأخطاء للأسف تراكمت، يعني بعض الناس لا يحبون أن يقال هذا في منابر الإعلام العام، ولكن هذه أخطاء تراكمت ولا بد لها من مراجعة الآن، لا بد لها من مراجعة، لأنه في نهاية الأمر أنت لا تستطيع أن تغير سنة التاريخ. سنة التاريخ أنك إذا حبست الناس لمدة طويلة سيتمردون عليك، والآن هنالك بدأت حركة تمرد وسط شبابنا. أنا لا أستبعد أنه إذا فشلنا أن نجدد الحزب بالصورة المرضية للأجيال الجديدة سيخرجون وينشؤون حزبهم الخاص، ولذلك لا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. تتوقع قيادة جديدة دكتور في الفترة الجاية؟ لا شك في هذا للحزب. لا شك في هذا على مستوى الرئيس. لا شك في هذا، خلاص الرئيس هو خرج من الحزب وأجعل بينه وبينه مسافة. طبعا لا تتوقع أنه يعمل مسافة قبل الانتخابات ثم يرجع يركب الانتخابات، هذا غير متصور. لا تتوقع ذلك؟ لا هذا ما متوقع. الحزب سيختار طبعا قيادة جديدة وحيقدم مرشح لرئاسة الجمهورية. أنا أيضا ضد هذه الفكرة، أنا شخصيا ضد هذه الفكرة. كيف الكلام؟ أنا ضد فكرة أنه بالضرورة رئيس الحزب يكون مرشحنا. صحيح هذا هو النظام السياسي، ولكن ينبغي أن يشمل الإصلاح هذه النقطة. يعني في المركز وفي الولايات ممكن أن نختار رئيس للحزب مناسب للرئاسة السياسية، ونختار رئيس للدولة مناسب للرئاسة التنفيذية. يعني هذه كانت عقدة سببها أنه عندما كان عندنا أمين عام وعندنا الرئيس حصلت مشكلة بسبب هذا، عقدة، فأصبحت عندنا عقدة في هذا الموضوع أنه الرئيس يكون هو المرشح. هذا النظام أقرب للنظام، رؤيتك شنو يعني أقرب يقدم للنظام الشيوعي الستاليني اللينيني منه للنظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي كان في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في أي حتة، عندما ينتخب الرئيس بيبتعد من الحزب بيكون في رئيس تام أشبه بالسكرتير العام للحزب يدير إداريات الحزب، ما بيكون القائد السياسي له. حس ترامب ليس هو رئيس الحزب الجمهوري ولكنه القائد السياسي له، فالرئيس الجمهوري سيكون انت إذا رشحته جاء هيكون القائد السياسي لحزبه طبعا، أنه أقوى رمز خرج من هذا الحزب، لكن ليس بالضرورة أن يتصل اتصال ملتحم بالحزب، لأنه هذا سيضعف الصفة القومية له، وهذا مسلم به في كل الدول الديمقراطية. نحن أخذنا النظام الستاليني هذا الذي يجعل الرئيس هو الرئيس ومرشح الحزب ومسيطر على الحزب ومسيطر على الدولة، وهذا مضر للطرفين، مضر للدولة ومضر للحزب. للدولة يجعل الرئيس أقل قومية، وللحزب يجعل الحزب ممسوك بالفردية، يعني في فرد واحد يقبض على، لأنه هو عنده القوة المعنوية بتاعت الرئاسة، فهذه القوة المعنوية للرئاسة لا يستطيع أحد من الحزب أن يتحدى. دكتور كيف ترى مستقبل المؤتمر الوطني في ظل الوضع الحالي؟ الرئيس ابتعد عنه هو رئيس الدولة وكان عنده تأثير لا يزال في تقدير المؤتمر الوطني هو الحزب الأكبر وأكبر أقوى السوح السياسية، ولكنه يعاني من مشكلات وكثيرة.
وفي اخطاء يحتاج الى تصحيح بينه وبين الرئيس. الحزب ده قادر يمشي من غير علاقه مباشره بالرئيس وبالدوله؟ ما حسيت فرض انه خسرنا الانتخابات الجايه ولكن فزنا باغلبيه في البرلمان، هذا سيضيفنا؟ يعني ما لا اعتقد انه هذا بالضروره يفعل. حتى الان حزبنا المقصود شنو يا دكتور بالاطار المفاهيمي؟ الاطار المفاهيمي هذه اولا احنا عندنا وثيقه للاصلاح اصلا. وثيقه الاصلاح هذه وصفت اوجه الاصلاح في الحزب كله وفي الدوله حتى. باعتبار احنا مكلفين كنا في ذلك الوقت الدوله، اصلاح الدوله اصلاح الحزب. وكتبت مقدمه لهذه الوثيقه تعيد تقديمها من جديد. الافكار ولان الوثيقه اتكتبت سنه 12 و13 لابد من اعاده تقديم لها. ما هي الافكار الوارده في هذه الوثيقه؟ وخاصه المفروض يحصل لها مناسبه مع الوضع الراهن. نحن في وضع راهن مختلف شويه. هذا الوضع الراهن فيه نوع من المجانبه بيننا وبين تيارات كانت في الماضي اقرب الينا. بعضها تعد عننا مسافة بعيدة وبعضها لم يبتعد ولكنه أصبح ينظر بريبة لبعض سياساتنا وبعض رموزنا وكذا. نحن لا نريد أن نتخذ موقف عدائي تجاه هذه القطاعات، نريد أن نتخذ موقف بتاع استرجاع. ولذلك نراجع أنفسنا أولا ونراجع العلاقة. ما فالإصلاح هو أن نراجع أنفسنا أولا، ما السبب الذي جعل بعض الناس ينفرون ويبتعدون وقد كانوا رصيد لنا في الماضي، وما الذي حدث في هذه العلاقة التي كانت إيجابية لماذا الآن ما عادت إيجابية. هذا المؤمن ينبغي أن يكون تواب ورجاع أصلا، ولكن هذه لابد أن يكون حقيقي وليس مجرد موقف خطابي. أعتقد أن الآن ما يجري في الحزب هو يبشر بأنه موقف إصلاحي حقيقي. يعني للأسف في سنة 13 عندما طبعت الوثيقة وكذا تعامل الناس معها بكسل بقلة حماسة. الآن المناخ مختلف عن ذلك المناخ، لأن التحدي الآن مختلف. بالحديث عن المناخ والتحدي دكتور، قراياتك لمآلات الحراك ده شنو؟ الحراك أنا في تقديري ما هو يستفيد من أنه في تيار موالي لنا الآن أصبح سلبي تجاهنا، ولكن الحراك حراك بتدير قوة سياسية معلومة ما في شك بهذا. ولذلك إحنا ما قلقانين من الـ من ممكن توصل وين يا دكتور؟ هو طبعا مؤذي استمرار الحراك بهذا الشكل، مؤذي لأنه بيجعل الدولة تستنفذ كثير من الطاقات والقدرات وتخسر كثير من صورة إيجابية بهذا الوضع. لكن أنا لا أعتقد أنه مهدد لي، لأن القوة التي تستند عليها الدولة لا تزال موالية الدولة بحزم، وتصرفات القيادة بتاعت الحراك كلها تزيد هذا الحزم لأنها ليست رشيدة، تصرفات ليست رشيدة ولا تعرف يعني تتحدث بالأماني ولا تتحدث بالتكتيكات السياسية التي يمكن أن تجعلها تكسب الأراضي موقع بعد موقع، تريد أن تنهب الأرض نهبا. تستبعد دكتور إسقاط الحكومة؟ إذا أسقطت لن يسقطها هذا الحوار، ستسقطها أشياء ثانية وقوة أخرى. يعني الاقتصاد مثلا؟ ربما. لا أنا لا أحب الفكرة الرأيتي، أنا أريد أن الناس يتحزموا ويتلزموا ويواجهوا المشاكل والقضايا التي تواجههم ويصلحوا من شأن أنفسهم ولا يخافوا من الذي سيحدث. الذي سيحدث في النهاية سيحدث. نعم. دكتور سؤال أخير، وأنت تحدثت عن صفحتك في الفيسبوك وعلاقاتك بالشباب و95% قلت من أصدقائك في الموقع ده أو في المواقع من الشباب. سؤالي دكتور، الاتهامات الرائجة في المواقع دي بالنسبة للدكتور أمير ما بتزعجك؟ ما بتزعجني. التجاوزات وال ما تزعجني. يمكن قبل وانا بفتش الذي يعني. الذي يعرفني يعرف هذا، والذي لا يعرفني هو مخير يصدق ما شاء ويرفض ما يشاء. يعني لا ندخل في اذا في زول سأل لي اساءة داخل اطار القانون بحاسبه بالقانون وقد حاسبت الناس في القانون
في الاتهامات دي حسبت ناس؟ طبعا في ناس الان اذا جاءوا هنا سيقبضوهم ويودوهم المحكمه خاصه بموضوع بموضوع ما اعرف المدرسه التاليفات بتاعه المدارس خاصه انه كل يعني هذه مساله من السهل جدا التحقق معها تمشي النائب العام وتتحقق وانا شخص بالحكومه كل سنه بكتب اقرار بمالية ومعالية وكذا فأي إنسان يفتري عليه بهذا الجانب من السهل جدا أن يعني ادخله في معون ضيق وفي ناس كتار الآن جوني وساطات إنه فلان ولده ملكان كده وجاي يدخل البلد وفي مشكلة وعفا أقول لا ما عندي مشكلة معه فقط يكتب اعتذار في الصحف التي يقرأها جميع الناس إذا كتب أنا ما عندي مشكلة أما لا يزال الاتهام موجود أنا أريد أن أذهب مع الناس دي للمحكمة والمحكمة إذا لقتني يعني أنا فعلا دكتور علاقتك بالمدارس دي شنو؟ ما أنا كنت هذه المدارس كنت رئيس مجلس إدارة أول حاجة رئيس الذي يملكها خالي وكنت رئيس مجلس إدارة عندما كنت في جريدة الإنغاز في جريدة السودان الأنباء نعم وثم لما انتقلت من الأنباء للهيئة كنت أيضا رئيس مجلس إدارة لما كلفت بالوزارة تركتها وأصبح رئيس مجلس إدارة أخونا السعيد وإحنا ما عندنا فيها أسهم عندنا أسهم بيسموها أسهم بتاعت الكريد يعني أنت إذا عندك مكافآت بيقوم يدوك أسهم سهمين فقط نعم ولما فلسنا دي ذات هي ذات ما مسجلة الأسهم الكريد أي زول بيعرف القانون بيعرف إن الأسهم الكريد ما مسجلة يعني نعم. أسهم مالية ساي لما فلسنا بدنا قلنا له خلاص ادينا قروش بدلنا قروشنا طلعت ما عندنا أي علاقة لا بالمدارس لا من قريب ولا من بعيد ولا بالمدرسة كل الكلام ده كذب مباشر مطلق أي إنسان يذهب معنا بالمحاكم سنلقن درس قانوني جيد يعني ولكن أنا ما منزعج من هذا لأنه أنت في السياسة ستتعرض لهذا دكتور أنا تتعرض هذا الواحد آخر واحد كاتب بعشوم ومعشوم واحد من أخواتنا قلت له أخونا الشاب ده هو قال أنا ما بعرف أنا عارفه شاب موجود في مصر الآن وأول اسمه نون وعارفه أنا ولما نيجي بيشتكيوا في المحكمة دكتور أنا عندي سؤال أخير يعني خلينا نختم به هذه الحلقة والكلام عن الاتهامات يعني أنا بعرف إنه الدكتور أمين يعني من خلال المعرفة العامة ومن خلال القرايات للشخصيات ما ممكن تقدر تتهمه بإنه رجل ممكن يقلب مصالحه الخاصة على حاجات عامة لكن لا أكذبك لطالما استغربت عن أو لطالما استغربت لوجود الدكتور أمين عند المفاصلة في جناح القصر وهو الذي بدأ أكثر ويبدو أكثر مزاجاً وفكرةً وقرباً للشيخ حسن تراني والسبب اللي يخليك ما تستغرب إنه مذكرة العشرة في الأول كتبوها 4 أشخاص أنا سيد الخطيب علي كرتي ومحبوب اسمك ما موجود فيها يا دكتور أنا ذاته أنا خرجت منها عندما اختلفنا مع أخواننا دي فقط في نقدمها للرئيس ولا للشيخ حسن ولما قالوا نقدمها للرئيس انسحبنا منها يعني كان عندنا ملاحظات إحنا وعندنا خلاف كنا إحنا تلاميذ الشيخ حسن وهو قدوتنا وشيخنا كان ولا زال وما في هذا ما في هذا ما في شك في هذا أما إنه في التقديرات السياسية قد نختلف حتى قبل يعني إحنا خالفنا الشيخ حسن في حكومة الوفاق وأزعجناه لغاية الصباح أيام الصادق المهدي وكذا يعني في التقديرات السياسية كنا نختلف معه وصحيح اختلفنا معه في تقديرات سياسية بعضها بعد مضي الوقت أدركنا إنه تقديرنا كان خاطئ وبعضها هو ذاته بعد مضي الوقت أدرك أنه تقديره خاطئ طبيعي في البشر أن يحدث هذا فنحن ما كنا يعني معاك كنت 4 كانت مذكرة 4 كانت 4 بعدين احنا خرجنا منها 2 بقوا 2 الاثنين جمعوا إليهم 8 من بعد ذلك ليس كلهم تقديرك الآن دكتور أنه موقفك كان صحيح أيوة موقفنا وأجازوا مجلس الشورى من بعد ذلك مذكرة بالناس والناس ينسوا أن المذكرة دي أجاز مجلس الشورى أنا بتكلم عن موقف الدكتور أمين شخصيا
يعني لو جاز لك تعمل أنا لا أتحدث، أنا لا أتحدث عن موقف كلي، لا أستطيع أحد عاقل ومحترم أن يقول مواقفي التي اتخذتها في أمور سياسية كلها صحيحة، هذا كاذب. يعني سأتخذ مواقف سأستندك على بعضها وأظن أن بعضها صح. إحنا الذي أزعجنا من الشيخ حسن في ذلك الوقت شعرنا أنه سيندفع بشدة ضد الدولة، ونحن لا نريد أن نفعل هذا. أنا أذكر هنا أنا أخ الطيب، طبعا احنا كنا قريبين جدا منه لدرجة ان انا فصلت من الوزارة لان تحسبوني معاوي، لكن احنا انزعجنا من موقف من الشخص. ولذلك اولا اتخذنا موقف في النص، وثانيا انت اصلا اذا في طرف بعيد هتكون اقرب للطرف الثاني. انا اذكر انت ممكن ترجع لما انا كنت اكتبه في الانباء حتى بعد المفاصلة، هي اخواننا صبروا على كلامي هذا صحيح. ما كان يعجبهم ولكن صبروا عليه، وحتى بعد ذلك لا يمكن ان تكون انت اذا عايز تشتغل في السياسه تشتغل مع الواقع السياسي مش مع واقع متصور. واعتقد اننا لو عدنا لمراجعه المواقف كل واحد مننا سيراجع كثير من المواقف وليس موقف واحد مشكل. الدكتور أمين حسن عمر القيادي بالمكتب القيادي بالمؤتمر الوطني، أنا شكر لك جزيل الشكر مشاركتي هذه الحلقة. جزاك الله خير. أعزائي مشاهدي قناة مدرمان، انتهى الزمن المخصص لهذه الحلقة من برنامج الحركة السياسية في أسبوع. إلى لقاء في حلقة قادمة الأسبوع القادم إن شاء الله، كونوا بخير.